السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. اليوم شوية كسرت التقليد اللي سويته حق نفسي، وين رايحة؟ المباركية منين جاية؟ المباركية اليوم غيرت لكم، وين رحت؟ رحت حق الفحيحيل. الفحيحيل هذا ثاني مكان أنا أعشقه، يعني حتى سيارتي من أدقها سلف كذي بروحها تروح على على الفحيحيل. بالتحديد أحب الكوت الجديد، وايد أروح له، مكان مريح وبالنسبة لي كومفورت زون. هناك راح أسوي لكم تقريري عن الصدقة ثلاثة، وهذا صراحة وكل الشكر للأخت الفاضلة أم عبد العزيز اللي هي نورتني وساعدتني في التفكير معاي. قلت لها راسين أحسن من راسي يفكر، ففتحت لي فكرة شراء الشماغ. الشماغ اللي هي غطاء الرأس للرجل عندنا في الكويت وفي الخليج. بالشتاء نفضل أو يفضلون الرجال إنهم يلبسون اللي هو من الصوف الكشمير عشان يدفي، بالصيف لا يكون الخفيف الأبيض أو الأحمر، إنما الصوف حق الشتاء. وهذا هو الهدف اللي أنا رحت أبحث عن أسعاره وشكله وين ينباع. بس قبل لا نتكلم أو نشوف الأسعار، أنا ودي بس أنوه عن جزئية وأنا وايد مقتنعة فيها وأحس فيها أن هذه هي الصح. لما نيجي نعطي إنسان محتاج أو متعفف، مش بالضرورة يكون فقير، هذه الهدية اللي أنا أعتبرها صدقة هدية، لا نعطيه شيء مستهلك ولا مستعمل على بنا أنا وديته حق المصبغة ونظيف وبتشيسة وكذي. حطوا نفسكم مكانهم. أنت لما يعطيك أحد شيء مستعمل ولا مفتوش ولا مأكول منها شنو تحس؟ وهذا وأنت مقتدر، فما بالك مو مقتدر وقاعد تعطيه أشياء مستعملة أنت استهلكتها، يعني فهو كسرت نفس أكثر منها عطاء. فالأسعار اللي أنا أتكلم عنها، يعني لما الواحد يسمعها يقعد يقول مثلا والله قالت لي 12 بثلاث دنانير، ها وهذول الجملة إذا خذيت مفرد قطعة راح تكون أغلى. أغلى بش كثر؟ يعني إحنا اللي قاعدين نقطع على الكوفي شوبات وعلى التسوق اللي ما له داعي وعلى طلعاتنا وعلى وعلى وعلى، ما يجي جزء يعني من هذا اللي احنا قاعدين نطلعه وهذا لوجه الله وبالتالي لمصلحتنا احنا؟ يعني قاعدين نحطه مثل ما قلت في بوست سابق اللي هو في بنك الآخرة، قطة والله راح يخلف لك خير. يعني هي العملية أعطي والله يعطيني، فلا تخافوا من العطاء ولا من البذل. الصدقة مثل استثمار، مو بس دنيا، واستثمار حتى في الآخرة. فاليوم بالنسبة حق الشمق اللي أنا شفتهم، النوع اللي ما يدفي وهذا ما أنصح فيه بدينار ونص القطعة. الشتوي اللي هو من الصوف، هذا صوف الكشمير، هذا بدينارين ونص. وأرد أقول لكم مو بالضرورة تشترون أكثر من قطعة. أنا عندي أشتري واحد أعطي حق واحد يكتب لي فيه أجر. يعني لا ترهقون نفسكم ولا تشوفون بالعلالي ولا أقتطع من معاشي مبلغ يرهقني، لا، قطعة واحدة كني شارية فيها قهوة، صابة فيها بنزين، شارية فيها سناكس، أي شيء، بس إن أقنع نفسي إن هذا المبلغ الزهيد رح يدفي لي شخص. ونشوفكم على خير في فكرة جديدة بإذن الله، ومع السلامة.